بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن سهلا بإذنك ورحمتك علينا رب العالمين. اليوم عندنا 10/3 اللي هي بنتكلم على ريسك أو الكواليتيف ريسك أناليسز. بنحاول نحدد نحلل التحليل النوعي أو نحدد الأثر النوعي للمخاطر اللي ممكن تواجهنا في المشروع. وفي عنا التأثير الكمي مرة تانية في 11/4. هنا بنتكلم على أنواع المخاطر اللي ممكن تواجهنا واحتمالات حدوثها. المخاطر اللي بتواجهنا مش على نفس الدرجة من الأهمية، في مخاطر أعلى من مخاطر، في مخاطر تأثيرها واضح، في مخاطر تأثيرها سريع ومهم الاهتمام فيها، في احتمال حدوثها بسيط، في احتمال حدوثها عالي. يعني في مجموعة متغيرات بدخلها في الحسبان. بمعنى المخاطر كلها مش زي بعض، المخاطر مش كلها نفس الأحجام، نفس الأوزان، نفس الألوان. المخاطر ألوان مختلفة وأحجام مختلفة وأوزان مختلفة. بالضبط تخيل المخاطر، أنا كنت أحب ألعبها لعبة بسيطة، لعبة مجموعة من الكور، كور في منها أحمر وأخضر وأصفر وبرداني، يعني المخاطر أشكال وألوان. واحد. اثنين، الكور نفسها هذه الموجودة في حجم كبير، في حجم أصغر، في حجم أصغر، في حجم أصغر. بمعنى إنه المخاطر إلها أحجام مختلفة، وكل واحدة فيها ثقل معين، ممكن يكون صغيرة بس ثقيلة، صغيرة بس حديد، وكبيرة وتكون إسفنج. فأنا بكون إلها أوزان مختلفة، يعني تأثيرها علي وزن مهم، تأثير بسيط، حجر أحدفه في المية ممكن يعمل تأثيرات هالات كثير في المية. في حين إن إذا أنا حدفت مثلا كور هالقد سفنج على المية، ممكن ولا إلها تأثير ولا إلها قيمة داخل المياه. المخاطر تعامل معها إنها ألوان مختلفة، أحجامها مختلفة، أوزان مختلفة، واعتبرها هي لعبة. المخاطر هي مرة لعبة تواجهنا وتحديات تواجهنا. طب أنا سؤال، ليش بعتبر المخاطر شيء كويس للمشاريع؟ الخبرات بتجيش إلى من خلال المخاطر. قدرتك على المواجهة والتحدي بتسقل الشخصية، بتسقل الإمكانيات تاعتك في مواجهة المخاطر. المشروع ممكن أي حد يكون فيه، بس لما يكون فيه مجموعة من المخاطر، هنا بتبرز دورك وأهميتك أنت في اللي بتفهم في إدارة المشاريع، أنك تحاول أنك تواجه المشاريع، ومش أي حدا بيقدر يواجه المشاريع. دائما قيمة الأشخاص وقيمة فريق المشروع بتظهر وبتنسقل بوجود المخاطر اللي موجودة، وبتظهر قيمته موجودة عالية بقيمة المخاطر اللي بتواجهنا. يمكن المخاطر لما تيجي تظهر عندنا من وقت للتاني، الناس بتزعل وبتمل وبتزهق وبتقول لك ايش بدي في المشروع ده كله مشاكل. الحياة لو كانت بسيطة وسهلة وميسرة ممكن تكون مقولة حياة تكون مملة، لكن الحياة لما يكون فيها تحديات وكل يوم في عندك مواجهات وكل يوم في عندك أمور، محتاج إلى فترات استراحة المحارب يكون موجودة وتحس فيها بالهدوء والاستقرار والراحة. موجود في احتفالات موجودة في فترات النجاح، في لحظات ألم ولحظات صعبة وحرجة، الفريق لازم يكون على أعصابه شوي عشان يجتاز هذه المرحلة. المشروع فيه إيجابيات وفيه سلبيات، فيه إلك وفيه عليك، فهي خليط من العناصر. إحنا يمكن موضوع المخاطر موضوع جد فعلا متعب، بس إيش اللي بيخليني أنا أدخل في مشروع في مخاطر عالية؟ إلا إذا كان العائل تبعه كويس. بمعنى إنه دائما المخاطر شيء بتخلي الإنسان يتجنب، أنا إيش بدي في المخاطر؟ إيش بدي في الشغلة اللي فيها مشاكل؟ لا، لكن لو العائل تبعها كويس ومجزي، وحتلاقي الخبرة أو المسمعات أو العلاقات أو الشغلة اللي أنت بتقدم فيها خدمة للناس وخدمة لوجه رب العالمين إشي كويس كثير، حتلاقي بتحمل المخاطر ماشي، لكن أنا بدي أواجه هذا الأمر وبدي أقدمه علشان في منه عوائد مكاسب في الدنيا والآخرة إن شاء الله تكون عالية. خلينا نشوف التفاصيل الخاصة performing qualitative analysis لموضوع risk، ونشوف إيش التفاصيل اللي بنستخدمها كأدوات تساعدنا. performing qualitative risk analysis، إن أنا تحليل النوعي اللي بدي إياه في مرحلة التخطيط. إحنا تحليل نوعي للمخاطر، يعني أنا بتعرف على المخاطر، أنواع المخاطر الموجودين. تحليل للمخاطر بدي أحاول أعرف نوعية مش كيفية، عفوا كيفية للمخاطر مفاضلة، نوعية للمخاطر، نوعية للمخاطر. بدي أتكلم على المخاطر الموجودة، إيش هي أنواع المخاطر اللي بتواجهنا، احتمالات حدوثها إيش هي، تأثيرها علينا إيش هو. هذه الكلمات المفتاحية، لأن ما فتش إيش هو المخاطر واحتمال حدوثها وأثرها، وهذا بدي أنسج منها كل شغل تاني والعلاقات الرئيسية. أنا إيش الهدف تبعي لما أجي أبني وأشتغل وأتعب في حاجة زي هذه؟ إن أنا بدي في الآخر إنه لما تواجهني أحداث غير مؤكدة
تمام يعني المخاطر أكون أنا عندي واضح الأمور بالنسبة لي ومستعد لها. هاي كل الفكرة. فأنت لما تكون مستعد لأمور معينة فحتلاقي أنه لما تحدث بعض توقع بعض الأحداث اللي هي مش موجود فيها حتلاقيك أنك أنت وضعك كتير مستقر والأمور عندك تحت السيطرة. طب أنا مدخلات إيش بدي أدخل فيه؟ أنا متأكد الريسك ريجستر هذا هو لازم الريسك ريجستر مخرجات المرحلة السابقة لازم أخذها هنا. لازم أخذ ماشي إحنا عملنا ايدنتيفاي ريسك 10/2 11/2 هذه 11/3 أول إشي بدأخذ مدخلات عندي ريسك ريجستر وبدأخذ ريسك مانجمنت بلان اللي هي 10/1 11/1 بدأخذها كمان وبدأخذ سكوب سكوب ديزاين. أنا سكوب تبعي إيش هو سكوب تبعي اللي أنا شغال عليه. فالثلاثة هذولا بضيف عليهم الانفيرومنتال فاكتورز كالعادة الانفيرومنتال فاكتورز باخذهم وبداخذ الايش اورجانيزيشن بروسيس اسيتس اورجانيزيشن بروسيس اسيتس يعني باخذ هذول العناصر الرئيسية كمدخلات ماشي. وعندي تولز كثير انا بدي استعملها تمام وهذه اللي حنبدا نشرحها عشان اوصل للبروجكت دوكيومنت ابديت. يعني انا ابديتنج للدوكيومنتس بدام الابديتنج للدوكيومنتس ان انا غطيت فيها المخاطر عارف انواع المخاطر ايش هي واحتمالات حدوثها وتاثيرها عليها هذا بكفي اني انا شغال بطريقة منهجية علمية صح ولما واجه المشاريع واتكلم في المشاريع واجه المشاريع مش هو اللي بينجز الانشطة واجه المشاريع عنده قدرة عالية على انه يواجه المخاطر واللي بيستعد للمخاطر وبيتنبأ بالمخاطر ويحاول يواجه هذه المخاطر لما تحدث على ارض الواقع يكون فعلا على وهبة الاستعداد لهذا الامر. رب العالمين وجهنا برضو رسائل في القرآن إن من أموالكم وأولادكم شر لكم فاحذروهم برضو إن أموالكم وأزواجكم برضو شر لكم فاحذروهم. يعني في بعض الأمور اللي رب العالمين بيحذرك من المخاطر محدش بيتوقع في الدنيا إن يكون في خطر أو مشاكل من الأولاد أو مخاطر أو مشاكل من الزوجة أو من الـ من الـ من الـ من, الـ من القصص اللي بين سيدنا يوسف وإخوته بينه وبين إخوته مثلا سيدنا إبراهيم ووالده مثلا سيدنا نوح وابنه. هتلاقي قصص غريبة موجودة في القرآن الكريم إنه رب العالمين بيقول لك احذر من هنا واحذر من هنا واحذر من هنا مش بنقول إن الناس كلها سيئين لا أنت إنه المخاطر موجودة والأحداث موجودة وفي من هذه الأحداث ما هو مسر ما هو سار وما هو مرهق ومتعب للإنسان ومثقل على قلبه وعقله وتفكيره. إحنا نقول إنه أنت في يوم من الأيام بدك تواجه العديد من المخاطر لنبلونكم بنقص من الأنفس والثمرات والأولاد والأموال وبشر الصابرين الذين إذا صبتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. يعني رب العالمين بيقول لك حتواجه من المخاطر وحتواجه من أنواع المخاطر نقص من الأموال نقص في الأولاد نقص برضو الثمرات ونقص في الأنفس ماشي وفاة الوالد في سن صغير وفاة الوالدة وفاة ابن وفاة أو انفصالك عن ابن أو وفاة أخ أو انفصالك عن أخ وفاة زوجة أو انفصالك عن زوج. في أمور كثيرة رب العالمين يقول لك احذر حتواجه العديد من التحديات ولازم يكون على أهبة الاستعداد والاستعداد رب العالمين حط النتيجة مع السبب اللي هو إيش قالوا إن لله وإن إليه راجعون. أول عن آخر كل اللي موجودين حنتجمع عند رب العالمين في الآخرة. حد نصب علينا بأموال إذن إيه اجتهدنا أخذنا الأموال أخذنا بعدين نشتغل الأموال أنا ومن الشخص الناصب والمنصوب عليه الاثنين حيجتمعوا عند رب العالمين والحقوق موجودة زوج وزوجة صار في منهم حد تجنى على الآخر حد ظالم الآخر الاثنين حيجتمعوا عند رب العالمين الأب وابنه الاثنين حيجتمعوا عند رب العالمين الأخ وأخوه الاثنين حيجتمعوا عند رب العالمين إن لله وإن إليه راجعون. فالأمر إنه إذا ترك في الدنيا لن يترك في الآخرة وهو حيحاسب عنه الناس في الدنيا رب العالمين يحاسب الناس في الدنيا ويحاسب الناس في الآخرة. طيب خلينا نرجع ما هي الأدوات اللي هنستعملها عند Risk Probability and Impact Assessment. هذا Risk Probability يعني أنا حتكلم على Probability احتماليات والإمباكت والتأثير يعني المخاطر احنا اللي حددناه هنا في الريسك ريجستر بدي اشوف ايه احتمالات حدوثها وايش تاثيرها. هنلاقي الريسك بروبابيلتي هذه في عندك بروبابيلتي ان امباكت ماتريكس هي نفسها بس معموله في طريقه ايش ماتريكس يعني البروبابيلتي والامباكت بس في صوت ايش مخطط وبيجمع العلاقات ما بينهم. بعدين في عندك ريسك داتا كواليتي اسسمنت ريسك داتا كواليتي اسسمنت بدي اشوف جوده البيانات هذه وقديش قيمتها وقديش جوده ودقه المعلومات اللي انت جايب لي فيها. ريسك كاتيجورايزيشن الكاتيجورايزيشن يعني بتكلم على تصنيفها الى مجموعه من الكاتيجوريز اهميه اهميه A ولا B ولا C ولا D.
ريسك ايجنسي اسسمنت، ايجنسي قديش مدى يعني اهميتها من حيث ضروره ان نواجهها، وهذه شيء خطر وشيء عاجل. وبعدين اكسبرت جادجمنت، هذه مهمه كثير، الخبرات بتلعب دور مهم انه هي توجه الناس وتفيد الناس. خلينا نتكلم من واحد لخمسه هذول، ايش وضعهم بالتفصيل، لان هذه ادوات مهمه انه يلم فيها الناس اللي بيشتغلوا في مجال المشاريع. اول واحده ريسك بروبابيلتي اند امباكت اسسمنت، انا بتكلم على الخطر اللي بيجي، ايش احتمالاته وايش التاثير تبعه. احتمال حدوثه عالي ابدا خمفين، احتمال حدوثه بسيط حطه في الليسته الاخيره. الاثر تبعه عالي، اوه هذا تاثيره عالي على المشروع، هذا بدك تجمع الفريق كله يهتم في الموضوع هذا. تاثيره علي بسيط، مش هيك اعطيله الاهميه العاليه. مثلا انا عندي مواجهه المشروع ان الناس ما تجيش على ورشه العمل، ماشي، احتمال حدوثهم بسيط، بس واثرهم ان بعض الناس ما تجيش، تاثرهم بسيط، ما تدريش اهميه الموضوع هذا. بس اذا كان تاثيره ما جوش ناس معينين، تاثيره عالي يعني احتمال بسيط وتاثيره عالي، انا حساباتي اختلفت. هنا اول شيء بدي احدد انا التقنيه، بدي اشوف الاحتمالات الوقوع وادرسها ولكل واحده من المخاطر الموجوده، وبدي اشوف الاثر تبعها على المشروع، الامباكت، الاثر، والاثر مهم كثير اشوفه طبعا، ومن خلال المده والزمن، ممكن من خلال التكلفة، من خلال الجودة، من خلال الفرص والتهديد، يعني في شغلات كتير بالنسبة للأثر. الأثر بيلعب دور مهم جدا في تأثير المشروع. شغلة تأثيرها عالي على المشروع حطه في الأولويات الاهتمام، شغلة تأثيرها بسيط على المشروع جدا ما تحط لها أهمية كبيرة، ماشي. يعني دائما ادي الشغلة حجمها الطبيعي، ادي الشغلة القيمة الحقيقية اللي ممكن ايش تؤثر علينا بشكل عالي. اثنين، ناخذ هنا تقييم جودة البيانات الخاصة بالمخاطر. جودة البيانات الخاصة بالمخاطر يعني الكواليتي تاعت البيانات تاعتك، الاسسمنت اللي عملتها ايش هي. كلمة الكواليتي بدها تقول لي على الدقة تاعتها، بتكلم على دقة المعلومات، دقة البيانات الخاصة بالمخاطر، تمام. الترابط تبعها الموجود، في ترابط يعني كلام منطقي، يعني المخاطر الموجودة واضحة، واقعيتها قريبة من الواقع، بدها تصير هذه ولا ليش تصير، ولا انت بتضرب لي في ضرب الخيال. يعني جودة هذه المعلومة الخاصة بالمخاطر جودتها عالية. ما بيقول لي مثلا لو صار زلزال، طب المنطقة احنا ما فيش فيها منطقة زلازل، يعني فكر لي جودة انه صار زلزال في المنطقة في المشروع تسبب في تصدع الأبنية المشروع، يعني هذا مش شيء واقعي، مش منطقة زلازل، بس في اليمن او في منطقة في مثلا في تركيا حصل في منطقة زلازل كثير اثرت عليه، وعلى ايران مثلا فترة في برضه في ايطاليا مربع موجود فيه زلازل. فانت بتتكلم على شغلة مش واقعية، فجودة البيانات بالنسبة للمخاطر عندي مش ذات اهمية، تمام. لكن انت تقول لي الدقة وجودة البيانات اللي انا من خلال التحليل، من خلال المؤشرات بتقول اليوم في عندنا وضع هدوء مثلا، فبالتالي المنطقة هذه يعني فيها مشروع ما فيش عندنا إشكالية. لكن المؤشر بتقول في عندي مؤشرات عالية إنه يصير في حرب في هذا المكان، فهنصير ممكن تأثيرنا عليه عالي، وبالتالي المشروع اللي في هذا المكان ممكن يتم فقدانه أو دمره. مهمة كثير تصنيف المخاطر، الكاتيجورايزيشن للمشاريع من المواضيع المهمة، إنه مش كل المخاطر كلها زي بعض، لكن في مخاطر أكثر من غيرها لها تأثير وتتعرض أكثر من غيرها. في مخاطر عالية تصنيفها عالي، بصنفها A، مخاطر A، مخاطر B، مخاطر C، مخاطر D، مخاطر E، يعني الصوت بينزل ليش؟ لأن المخاطر أقل في الإيش؟ في الأصناف تاعتها. فالمخاطر العالية بدي أحطها برضو على إيش؟ على رأس الأولويات، واهتم فيها بشكل عالي، وحطه دائما قدام عيني أشوف إيش اللي بيصير فيها مخاطر العالية، تمام. إذا لقيتها مثلا أنا بقول اللوجستيات، عدم وجود الآذن وعدم وجود اللوجستيات في الوقت المناسب ممكن ورشة العمل كلها تؤجل، طب ما هذا مهم، اللوجستيات بحطها رقم واحد. عدم وجود الطاقم الإعلامي، مش حيتم افتتاح المؤتمر، طب مهم جدا الطاقم الإعلامي يكون قبل بفترة ومجهز كل إمكانياته. إذا في مخاطر أنا ممكن أخليها في الاعتبار، ماشي، على رأس الأولويات. تقييم
بس مثلا تأخر الشاي على الناس مش قصة كبيرة، ما في عندهم قهوة، في عندهم مية، في عندهم عصير، أو في عندهم ممكن يستنوا موضوع الضيافة شوية. ناخذ شغلة تانية اللي هي شغلة رابعة اللي هي تقييم إلحاح الخطأ الأجنسي للأسسمنت. يعني الشغلة هذه درجة الأهمية تعبتها عالية، إنها في المدى القريب ملحة جدا، شغلة مطلوبة بشكل عالي. إنه صار في ذات الوقت مثلا في ذات الوقت ماتريكس عندنا تبع ايزنهاور كان يقول لك إدارة الوقت شيء عاجل وشيء مهم، عاجل ومهم. لما يكون عاجل ومهم هذا رأس الأولويات بيشتغل عليه، عاجل ومهم. طب عاجل وغير مهم بيتساوى مع مهم وغير عاجل، الاثنين هذولا يعني مربع، أنا عندي مربعين مهم وعاجل رقم واحد، لكن مهم غير عاجل أو عاجل لكن غير مهم هذولا بتساوي، لكن غير عاجل وغير مهم سيبك منه، هذا اعمل له تفويض سلطته وصلاحيات مش قصة كبيرة تشغلش بالك. فأنا دائما الأرجنسي شغلة عاجلة مطلوبة وبسرعة فيش فيها تأخير، اليوم هل ايتا انهي انجز، هل ايتا قلت اتصل على العلاقات العامة يجي يصور افتتاح، هل ايتا اتصل عليهم، هذا شيء عاجل وهذا مهم لازم توصل معهم اول ما توصل. طيب ناخذ المصفوفة، المصفوفة هذه البروبابيلتي او الباكت ماتريكس هي تقريبا قريبة من اللي اخذناه من شوية، اللي تقسيم اللي هي البروبابيلتي والامباكت اللي اخذناه من شوية، هنا البروبابيلتي والامباكت اخذناها هي نفسها، بس هذيك تحديد العناصر اللي بنحطها في صورة ماتريكس. ماتريكس يعني مصفوفة، مصفوفة بقسمها لأربع مربعات، والأربع مربعات هذولا بحط فيهم البروبابيلتيز والاحتماليات الحدوث. يعني بتكلم على الاحتماليات، الاحتمالات الحدوث للعناصر المخاطر اللي موجودة، وبتكلم على الامباكت اللي هو التأثير تبعها، وبالتالي التأثير الأثر تبعها، الأثر وقوع هذا الخطر، وبالتالي آلية التعامل معه. فأنا برجع تاني لما أفكر إذا الأثر تبعه كبير واحتمال حدوثه عالي بحطه أولى والأولويات، عشان كده بيكون في المخطط اللي فوق على اليمين مثلا. يعني لو تخيلنا هو هنا موجود بس مش كامل القسمة، ماشي، اللي هو بالبوليتي امباكت اسسمنت اللي قسمناها هذه الأربع يعني عملناها تقسيمها بشكل معين أربع، هي هتلاقي المربع هذا اللي فوق البروبابيلتي عالية، احتمالاته عالية وتأثيره عالي، فبحطه أولى أولويات. لكن هنا احتمالاته ماشي، هنا إيش، هنا بقول إيش احتماليته، هنا عالية احتمالية حدوثه قليلة لكن تأثيره عالي، إن تأثيره عالي واحتمالية حدوثه قليلة بيتساوى مع إيش، بيتساوى مع احتمالية حدوثه عالية وتأثيره قليل، هذول المربعين هذا وهذا بيكون أقل في الماتريكس هذه. لكن هذا احتمال حدوثه قليل وتأثيره قليل اسمك منه، هذا مش قصة كبيرة. فدايما بحط أولوياتي دايما على المربع هذا اللي فوق اللي بنتكلم عليه انه احتماليته عالية. يعني اذا احنا عملنا الرسمة هذا بقول هذا المربع الخطر اللي بدك تهتم فيه وتحط دائما عينك عليه وتهتم فيه بشكل عالي، تمام. لكن اذا احنا مثلا شفنا المربع الثاني، المربع هذا اقل في الاهمية، والمربع هذا اقل في الاهمية، تمام. المربع الثالث اذا اخذنا اخر مربع، هذا المربع سيبك منه مش بالاهمية الكبيرة، لانه هذا البروبابيلتي تاعته محدوده والاثر تبعه محدود. فانا بتكلم على مربع رئيسي، مربع مهم، مربع بقول انه هذا المربع لازم اني ما سبهوش، انه تاثيره عالي، البروبابيلتي تاعته عاليه، وفي نفس الوقت الاثر تبعه عالي. فبالتالي هذا بحطه دائما سلم الاولويات تبعي، ولا يمكن اني انا استغنى عنه في يوم من الايام، اني اسال عنه واتبع ايش اخباره واتبع ايش الاعمال اللي بتتم فيه. كلمه في نهايه الكواليتيتيف اسسمنت للريسك اناليسيس، التحليل النوعي كوانتيتيف الكواليتيتيف اناليسيس، التحليل النوعي لجوده البيانات ونوعيه المخاطر اللي بتواجهنا هي أداة ممتازة علشان أعرف الطريق اللي أنا ماشي فيه، مين اللي حيكونوا أطراف أو عوامل أو أسباب تأثر على أدائي عمل المشروع، وبحاول أحترزه من البداية. بالضبط ماشي أنت وقت الفجر في طريق رايح فيه على المسجد، أو طب ماشي بالعتمة وأنت مروح فيه من مشوار، هتلاقي ماسك أنت ممكن تمسك حجر وتخليه معك، يمكن يطلع لي كلب، إذا طلع هاي الحجر موجود، وزوء اثنين او ثلاثة ايش المشكلة، بصير مشكلة اكبر وزيادة، فساعتها اسحب حالك واشرد احسن من البداية. احنا موضوع الكوانتيتيف موضوع
الكواليتيتيف عفوا الكواليتيتيف موضوع مهم وموضوع محتاج مجموعه من الافراد يفكروا فيه ويجتهدوا معنا ونحط العناصر ونتبعها اول باول علشان نطمئن انه امور المشروع ماشيه بالخير وانتظام. مش غلط انه يطلع لنا بعض الشغلات اللي هي هو في الطريق ممكن تاثر علينا بطريقه مباشره او غير مباشره. المهم خليك ماشي في طريقك، خليك ماشي في مشروعك، انجز اللي عليك، توكل على رب العالمين، وكل المسببات اللي بتيجي بتسقلك بالخبرات وبالهمات وبالعكس ممكن يفيدوك الناس الموجودين هذولا يفيدوك في اشياء تعينك على اداء المشروع بطريقه افضل. كمان مره المسببات السلبيه اللي بتواجه المشروع باخذها انا من خبره او من مرت علينا سابقا انه بتكون احيانا رسائل سبحان الله من رب العالمين انه انت سلوكك عدله، أدائك في المشروع غيره، هذا المكان ممكن تفكر بطريقة تانية مختلفة. الوسائل السلبية تظهر لإلك ممكن سلبية لكن هي تحدي تشالنج انك ممكن تغيرها وتفكر فيها بطريقة إيجابية هتلاقي لمصلحة المشروع وتاخدها وتوظفها بالمشروع. وعسى أن تكونوا شيئا وخير لكم. نترككم في رعاية الله وتوفيقه والسلام عليكم ورحمة الله.